مساء الفل. النهارده هنتكلم عن مسلسل احمد حلمي 2021 رمضان الجاي. مسلسل بعد غياب ايه، هو ما عملش مسلسلات تقريبا غير كده بعض من المشاهد في بعض من المسلسلات من 27 سنة يعني، فما اقدرش احسبه ان هو مسلسل، ولكن انا بالنسبة لي خطوة، ما اعرفش خطوة صح ولا لا. المسلسل بيحضر له اللي اتقال ان هو كتب اول 10 حلقات منه، مفيش اي في تعتيم جامد على القصة من فريق العمل، يعني بيقولوا محمد شاكر خضير، بس انا ما اضمنش يعني، انا ما يعني مش متاكد، فبالتالي مش هقول. لكن اللي انا عايز اتكلم فيه هو احمد حلمي الفتره اللي فاتت افلامه ما كانتش غريبه يعني، ما كان لخبطني ليه بقى، اقول لك على حاجه، ما انتوا لازم برضو تكونوا معايا. مدي اشاره يمين ودخل شمال، طب ده اعمل ايه يعني؟ ده اسبقه مثلا واروح ضربه ولا اعمل ايه؟ او ماشي بالراحه خالص اهو يا والله، لو اجيب الكاميرا طيب، لا حول الله يا رب يا عم، وصلنا الفيديو. مهم، مستوى احمد حلمي في الافلام قل عن زمان قوي، وده ما اعرفش ايه السبب. الراجل عنده كل المقومات وناجح والناس بتحبه، نادرا لما تلاقي حد بيحب يا طنط، نادرا لما نلاقي حد بيحب حد حتى بعد فشل، او مثلا افلام ما كانتش على المستوى، لان احنا متعودين مع احمد حلمي زي عادل امام في السينما زمان. عادل امام فيلم يعني لازم ندخله، حاجه اكيد هتبقى حاجه جديده وحلوه وضحك، زي عمرو دياب في المزيكا يعني من 3-4 سنين مثلا، مزيكا بس. لو انت بتحكي هتسمع موسيقى مش هتسمعها في اي البوم تاني. فده اللي انا بتكلم فيه، انه احمد حلمي كان يعني حاجه قويه جدا. اخر 3 افلام ليه بالنسبه لي ما كانوش على مستوى احمد حلمي. انه يطلع على الدراما مش عارف دي خطوه صح ولا لا، لانه ممثلين الدراما ليهم ناس يعني، ليهم فئه معينه وليهم ناس بتنجح يعني. مثلا اللي نادر قوي اللي نجح في الاثنين برضو اخر 5 سنين هو امير كرارة نجح في الاثنين، كريم عبد العزيز نجح في الاثنين بس السينما اكتر، لانه ما بقاش يعمل مسلسلات زي الاول. احمد عز سينما بس، احمد عز بالنسبه لي دراما لحد دلوقتي ما اثبتش نفسه، برغم ابو عمر المصري كان كويس، بس مش ولاد رزق، مش الخليه في السينما. ف ريسك جامد قوي على حلمي عنده حتة الندرة دي، ان هو ما بيظهرش في اي حتة، ما بيكونش موجود لما بيعمل اعلان، ولا حتى لما بيحط فيديو على الانستجرام بتاعه او على السوشيال ميديا بشكل عام. هل ده بيجيب له مشاهدات كتير؟ لان الناس هو بيوحشها. بس ان انا اشوفه 30 حلقة ولو المسلسل ما طلعش حلو هتقلل منه جامد. انا حبي لحلمي رهيب يعني، بس في نفس الوقت ما انا مش هحبك وتعمل مثلا افلام او مسلسلات او اغاني ايا كان الفنان ايه، واقول لك الله عليك، لا يعني، ما اكيد هيكون في بالانس يعني ممكن تكون في افلام مثلا لاحمد حلمي ضعيفه، لو حد غير احمد حلمي عملها كانت فشلت، لكن عشان احمد حلمي احنا تقبلناها مثلا يعني. بس فانا مش عارف، ما اظنش انها تبقى خطوة ريسك جدا، خصوصا بعد فيلم خيال مآتة، والناس كانت متوقعة حاجة جامدة، والمؤلف والمخرج كبار جدا، والفيلم وفكرته، وانا اول واحد في مصر اتكلمت عنه، والفيديو بتاعي موجود، اكتب فيلم خيال مآتة هتلاقي بوستر انا عامله لون اصفر كده احلى من البوستر الاصلي والله. بس كان في خيبة امل بعد الفيلم ده، واللي انا سمعته عن المسلسل ان هو مش هيبقى كوميدي صارخ، وده اللي انا رافضه يعني. انت دلوقتي بقالك يعني الفيلم اللي فات ده وحتى لف ودوران ما كانش كوميدي صارخ يعني، بس ما احنا عايزين ضحك بقى، احنا عايزين حاجه زي كده رضا. انا كده رضا بالنسبه لي من احلى افلام حلمي، بلبل حرام من احلى افلام حلمي، غير عسل اسود والكلام، بس انا بتكلم مش على بلاك كوميدي،
بتكلم على كوميديا بجد، مش كوميديا هزليه سوداء زي ما بيقولوا، زي الف مبروك، زي عسل اسود، لا ده 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 كوميديا كوميديا يعني. يعني كده رضا صريخ ضحك، صريخ على الثلاث كاركترات وكده اللي هو عاملهم. حتى اكس لارج، اكس لارج كان عامل الاثنين، كوميديا حلوه قوي قوي وقصه حلوه. فانا وجهه نظري يا ريت يعني، يا ريت يكون كوميدي بس. اصل اللي انا سمعته ايه؟ ايه تشويقي انساني؟ لا يا حلمي لا، يعني احمد حلمي ده مالك الكوميديا، ارقى واحد بيعمل افلام كوميديه دلوقتي، ارقى، مش ممكن ما يكونش افضل ولكن ارقى. يعني الكوميديا بتاعته تنفع ان هي طفل يشوفها، راجل يشوف، بنت تشوف، حلوه. واحنا بنحب احمد حلمي ككاركتر. يعني مثلا انت قليل لما مثلا تشوف هنيدي بشخصيته الحقيقيه في فيلم، تشوف محمد سعد بشخصيته الحقيقيه في فيلم، لكن احمد حلمي هو اللي منجحه ان هو طلع بشخصيته الحقيقيه دايما. يا احمد حلمي نادرا لما بيمثل واحد غير احمد حلمي، غير طريقه كلامه، غير يعني مثلا ماشي اكس لارج، ماشي كده رضا، ماشي اسف على الازعاج، اوكي، بس كده رضا كان عامل من ضمن الشخصيات شخصيه احمد حلمي الصرف اللي هي بيبو بس. فاللي منجح احمد حلمي ان هو احمد حلمي. فانا اتمنى ان يعمل كوميدي يعني، لو المسلسل و30 حلقه وكده مش عارف. كان نفسي والله يعملوا مع المخرجين اللي هو مع وائل احسان، مع معتز التوني، مع مين تاني، في حد تالت، احمد الجندي، الناس دي عملت، ممكن تكون عملت حاجات هزليه مش حلوه في رمضان، بس في عمل برضو نيلي وشيريهان وعملت، ومعتز التوني كان عامل حاجات بقى بتاعت علي ربيع مش عايز اتكلم فيها لانها مش حلوه اصلا. كان عامل مثلا اسمه ايه ده، سمير وشير وعامل افلام حلوه، كابتن مصر معتز التوني هو اللي عامله كافلام، بس انا بتكلم كمسلسلات دلوقتي. اي حد هيتعامل مع حلمي لاول مره هيكون عنده شغف، خصوصا لو هو مخرج كوميدي هيكون عنده شغف انه يطلع احسن حاجه. فانتوا ايه رايكم في الموضوع ده؟ انا اتكلمت كتير جدا معلش، بس يعني اصل احمد حلمي بالنسبه لي حاجه كبيره، وانا بقالي كتير ما اتكلمتش في السينما ولا الدراما. فيا رب نتمنى ان نشوف حاجه حلوه لحلمي. بس انتوا ايه رايكم، هل خطوه المسلسل دي صح ولا يركز في فيلم جامد جدا؟ لانه كده كده الكورونا هتروح يعني، مش هتفضل على طول يعني. بس ده اللي عندي النهارده. لو انت بتشوفني على اليوتيوب اشترك في القناه وفعل الجرس لو انت عايز تتابع كل فيديوهاتي، او عشان تكون اول واحد تشوف فيديوهاتي. لو انت من على الفيسبوك شير ولايك وفولو.